هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. لا يمر يوم إلا ونحتاج إلى فتوى أهل العلم، فالنوازل كثيرة والأيام تترى، وحاجة الناس ماسة لأهل العلم، ويجب ألا يفعلوا أمرا من أمر دينهم إلا ويرجعوا فيه لعلمائهم، امتثالا لقول الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعنا اليوم مفتي عام ليبيا فضيلة الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى، ليبين لنا ما يستجد من نوازل وليعلم الناس أمر دينهم. وقبل أن نبدأ مع فضيلته حفظه الله تعالى، نذكر بالإذاعات التي تنقل هذا البرنامج، وإذاعة التناصح في طرابلس طبعا و 102.1، وإذاعة مسلاتة 88.3، وإذاعة الهدى بمصراتة 95.0، أما الزاوية أو البيان إذاعة الزاوية 94.5، وإذاعة غريان 91.9. تواصلوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى عبر هذه الهواتف. وأما الإخوة الذين يتابعوننا عبر شاشة التلفاز، فإن شاء الله سيخرج الأرقام في أسفل الشاشة، والأرقام كالتالي: 094 طبعا 466-5680، الرقم الآخر 094-466-5681. مع فضيلة الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، حياك الله، يا مرحبا بك. الله يحييك ويرحم بك شيخ عبد الباسط، اهلا وسهلا. اسال الله يسعدكم شيخ ويبارك في اعماركم. شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، يعني كل يوم يعني نحتاج الى اقوال اهل العلم، وخاصه الواقع الليبي يمر بمراحل كثيره سياسيه واقتصاديه وامور فقهيه، فحفظكم الله تعالى في هذا اليوم شيخ نتناول مع فضيلتكم مساله هذه الحوار وما إلى ذلك من الحكومة الجديدة. من بعض المحاور شيخنا لهذا اليوم، أن بعض من أعضاء الحوار يقولون أنه قد لبيت الطلبات الخاصة بالشريعة الإسلامية، وأن الوثيقة ضمنت عبارة: ويعد كل ما يخالف الشريعة باطلا. فيا ترى يعني فما ترى في هذا التعديل حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ذكرته من أن كما ورد عن بعض أعضاء الحوار أنه قد لبي لهم هذا الطلب، وأن النص الخاص بتحكيم الشريعة الإسلامية قد ضمن هذه العبارة: ويعد باطلا كل ما يخالفها. هذا أمر موفق وجيد ونشكرهم عليه، وينبغي أن تسد كل الثغرات بحيث لا يفرغ من مضمونه، هذا أمر لا اختلاف عليه. ولكن أحب أن أقول لهم: ليس هذا كل شيء، هذا بعض العمل أو هذا أمر مهم، ولكن الأهم منه هو من يطبق هذا النص. فإن القوانين والدساتير
هي على من يتولى تطبيقها. إن كان من يتولى تطبيقها يؤمن بها فإنها ستؤتي أكلها وثمارها، وإن كان لا يؤمن بها فإنها ستبقى حبرا على ورق وعلى ورق ولا قيمة لها. نعم. ضع ما شئت من الطموحات والمثاليات والقيم في الدساتير، فإذا أسن تطبيق هذه الدساتير إلى من يعاندها فسيعمل على نقيض ما جاء فيها. مثلا القوانين في بلاد الله تجد كل بلد القانون فيها قانون واحد لا يختلف، ولكن يقع عند قاض من أهل العدل والحق، وفي بلاد المسلمين من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم بالحق، ويقع القانون في يد قاض جائر من أهل النار مرتشٍ فيحكم بالظلم. نعم. والقانون واحد، هو قانون واحد. نعم. ولكن كل طبقه على طريقة الطريقة التي يؤمن بها. نعم. ولا نذهب بعيدا، أمضى القذافي معنا عشرات السنين وهو يقول لنا القرآن شريعة المجتمع، كتبها في كل شيء، في الطرقات وفي كتب المدارس وفي الشعارات، وكان يقول لنا كلما مررنا بالطريق عبارة سيروا وسبحوا الله. نعم. ولكن ماذا كان يصنع بالقرآن؟ كان يضع المصحف تحت قدميه والعياذ بالله. نعم. وكان يكذب القرآن ويستهزئ بالمقدسات ويحلل الحرام الصراح ويحرم الحلال الصراح، الحلال الصراح يحرمه. نعم. نعم. وكان ينكر من الشرع ما جاء ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ينكره ويجحده. نعم. فالقرآن يقول لنا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول لنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهو يقول لنا في التطبيق. في الشعار يقول القرآن شريعة المجتمع، ولكن في التطبيق كان يقول لنا التجارة ظاهرة استغلالية ويحرم التجارة، وبقينا سنين عجاف طويلة كل الدكاكين مغلقة أبوابها. نعم. والناس مغلقة ما فيه. نعم. وكان يقول لنا ويكتب في شعاراته في أوراقه الرسمية وفي غير الرسمية وفي كتب المدارس، كان يقول الثروة والسلطة والسلاح بيد الشعب، ولما مات ما وجدنا أثرا لدولة على الإطلاق، كانت السلطة كلها مختزلة في شخص واحد، عندما مات انهارت الدولة، وحتى بنادق الصيد صادرها وألغى تراخيصها. وكان يقول لنا في شعاراته طول وقته الشعب سيد الجميع. نعم. وقتل في يوم واحد 1200 سجين شر قتله. هذا كله درس واضح مشاهد، يعني عندنا تجربة، عندنا شواهد عشناها لم نسمع بها من التاريخ، بل عشناها، أن مجرد النصوص أو الشعارات وحدها لا تكفي. نعم، نريد أن يكتب في الوثيقة وفي المسودة ويؤخذ بالاحتياط في كل ما يحقق العدل وإقامة الدين في هذه الوثيقة، نريد أن يحرصوا عليه ولا يتهاونوا ولا يتساهلوا في شيء. نعم. لكني أقول لهم ليس هذا كل شيء، بل ما بعده أهم منه. نعم. طيب شيخنا حفظكم الله تعالى، هناك مسألة يا شيخنا المسودة وأن عرضت على مجلس البحوث في دار الإفتاء حفظكم الله تعالى، فيعني بعض الناس يقول هي نكتفي بهذه التي عرضت على مجلس البحوث. نريد منكم شيخنا
بيان لأهم الملاحظات التي أبداها مجلس البحوث عن المسودة، يعني غير النص الخاص بتحكيم الشريعة، ما هي هذه الملاحظات حفظكم الله تعالى؟ هي الملاحظات عديدة، يمكن ومجلس البحوث لاحظ 8 ملاحظات مهمة على الوثيقة المسودة، وأولها ما يتعلق بنصوص تحكيم الشريعة الإسلامية، لكن هناك نصوص أخرى في غاية الأهمية. نعم. لأنه يترتب عليها حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض، فلا يجوز التهاون فيها. يعني لا ينبغي أن نقول ما دام تحقق النص الأول الخاص بتحكيم الشريعة الإسلامية باقي الملاحظات الأخرى يعني ما طبق منها أو ما أخذ منها وضمن في المسودة لا بأس، وما لم يضمن لا بأس. لا، بل أقول كل الملاحظات 8 الواردة في الرد الذي بعث به مجلس البحوث للمؤتمر الوطني العام كلها في غاية الأهمية، ولا ينبغي لفريق الحوار أن يتساهل في واحدة منها، لأن عيوب المسودة كثيرة، ولكن المجلس أخذ بقدر الإمكان ما أمكنه أن يأخذه، ورآه أنه هذا أغلظ شيء من المخالفات ورد فيها. على سبيل المثال، من هذه الملاحظات التي بعث بها مجلس البحوث فيما يتعلق بمسألة الإرهاب. نعم. كلمة الإرهاب واردة في الوثيقة في عدة مواضع، ومتروكة هكذا عائمة، يعني وفي الغالب هي متجهة إلى فريق خاص وإلى جماعة خاصة اللي هي الجماعة الإسلامية المتشددة. وقلنا هذه العبارة ينبغي أن يوضع لها تعريف وضابط محكم محدد، بحيث لا نظلم الناس. الظلم حرام، ولا يجوز أن نتعدى على الدماء البريئة. نقول مثلا الإرهاب الذي ينبغي أن تعالجه الحكومة القادمة هو كل خروج على القانون، كل من يخرج على القانون يمكن أن يوصف بهذا الوصف، كل من يستعمل السلاح بالقوة لتنفيذ أهدافه يمكن يدخل في هذا الاسم. نعم. بحيث لا يكون هذا اللفظ الهلامي المائع يعني وسيلة لتصفية الحسابات ولتتبع الثوار أينما وجدوا، فيلاحقون في بيوتهم ويقتلون بالطائرات من غير طيار، وب جماعة الأمن الداخلي، وبالخارجين على القانون، وبالصحوات وكذا. نعم. وكل ما يفعلونه ويدمرونه يقولون هذا نحن نحارب الإرهاب. وعندنا أمثلة واضحة الآن أيضا مشاهدة، نرى الآن سوريا دمرت تدميرا كاملا، والمجتمع الدولي اتفق عليها، تقصف ويقتل أهلها بالبر والبحر والجوي، بالبر من قوات الأسد، ومن البحر والجوي بقوات التحالف الدولي، روسيا والدول الغربية كلها الآن تدمر سوريا باسم مكافحة الإرهاب. وكم يعني يعتقد في ظن هؤلاء الناس الذين أو هذا المجتمع الدولي الذي يحاربهم، كم هناك 1000 من الإرهابيين حسب تعريفهم. هم الآن شردوا ملايين الأبرياء، نساء ورجال وأطفال، ونراهم الآن بأعيننا يعني أمتعتهم على أعناقهم يجوبون الفيافي والصحاري، وفي الدول الغربية والدول العربية والدول الأفريقية يعني الآن يسامون سوء العذاب ويقتلون في كل مكان ويطاردون ويبحثون عن مأوى فلا يجدون. هذا كله باسم مكافحة الإرهاب. فإذا تركنا هذه الكلمة في المسودة، مسودة الوفاق الوطني، تركناها بهذه الوضع العائم الهلامية الموجودة بها، فإنه يمكن أن يحل بنا وبشعبنا ما حل بسوريا. ونرى مثل هذا الآن في العراق، ونراه في اليمن، ونراه في كل مكان.
بل إننا نراه الآن يطبق في أرضنا في بلادنا في بنغازي. بنغازي الآن قوات حفتر على مدى أكثر من عام وهي تدمر مدينة بنغازي وتقتل الأبرياء باسم محاربة الإرهاب. قتلوا الحفاظ المحافظين للقرآن، نعم، وأئمة المساجد، صحيح، وأخذوهم من مخادعهم ومن محاريب صلاتهم، وأخذوا محافظ القرآن عمره 80 سنة يعني مقعد لا يستطيع، وكل الذين أخذوهم من المساجد هم لم يحملوا السلاح، وإنهم من أهل الله ومن أهل الدين ويعلمون الناس ويرشدونهم وينورونهم، فهم لا يريدون أحد ينتمي إلى هذا الدين باسم محاربة الإرهاب. يتتبعون الثوار أيضا، نعم، تجدهم الآن يعني يتبعون في كل مكان وفي بيوتهم، وتجد بعد يوم واثنين تجده جثة على الطريق ويقول هذا إرهابي، نعم. ورأيناه ما فعل في درنا. درنا أهلها استطاعوا أن يخرجوا داعش والدولة في أيام قيم بلادهم، فلما حس حفتر بهذا وأن في محاولة حقيقية لملاحقة جماعة داعش، فزع لهم وانتصر لهم، وكل من جاء يعين أهل درنا على تنظيف درنا من هذا البلاء هو جيش جيوشه واتجه إلى درنا لمحاربة وقت، فهو مصطف واضح يعني لا 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 يعني يعمل أي شيء يعني يوهم أنه هنا وهناك، بل موقفه صار واضحا جليا أنه يدعم الإرهاب، ومع ذلك هو يقول أنا أحارب الإرهاب، والمجتمع الدولي يصطف إلى جانبه ويؤيده ويعترف به ويعترف ببرلمانه وبحكومته. فهذا يبين لك اتجاه المجتمع الدولي في تعريفه للإرهاب، نعم. وذلك لا يجوز لأهلنا ولفريق الحوار وكذا أن يستسلموا لرغبات المجتمع الدولي في هذه المسألة، ولا يجوز لهم أن يعني يوافقوا على مسودة فيها هذا اللفظ هكذا مبهم، نعم. لابد أن يحدد، لأنهم إذا وافقوا عليها بهذا الوضع المبهم وأقروها فكل ما يترتب على ذلك من استباحة دماء الأبرياء والمسلمين هي في أعناقهم، هم المسؤولون عنها. نعم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، يعني الملاحظات هذه ذكرتم أهم الملاحظات، وهي إذا ما تقول أخطر الملاحظات. بعض الناس يتساءلون من الثوار ومنهم أمر البداد يقولون هو 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 في لحظة سمحني، تفضل شيخنا، سمحني، هو في اكثر من في 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 اكثر من ملاحظه مهمه حتى غير هذه ملاحظه الإرهاب. هناك مثلا فيما يتعلق بالجيش، نعم، المسوده ينص في باب التدابير الامنيه رقم 33 الفقره الثالثه، نعم، تنص على تفعيل الجيش القائم، هكذا تصفه، الجيش القائم هكذا، ليس اجتهادا، هذا في لفظ المسودة، نعم، تفعيل الجيش القائم والمؤسسات الأمنية لمكافحة الإرهاب والقيام بالمسائل الأمنية كلها، نعم. فعندما نقول تفعيل الجيش القائم، الجيش القائم هو اللي يعترفوا به الآن، هم لا يعترفون بحكومة طرابلس ولا بجيشها، بالضبط، يسمونهم ميليشيات، هم يعترفون بجيش واحد هو يقوده حفتر وبرلمان طبرق، نعم. فما جاء بعد ذلك في هذه المسودة سينطبق على هذا الجسم اللي يعترفون به، نعم. فمعنى تفعيل الجيش معنى تفعيل كتائب حفتر واللاتين معزز وسحبان والكتائب الأمنية اللي في درنا وفي بنغازي وكذا يحونها من جديد، وهي التي سيسند إليها أمر مكافحة الإرهاب. ماذا تتوقع؟ ليس هناك شر بعد هذا، هذا نرجع إلى أسوأ من الوضع اللي كنا عليه في عهد القذافي، نعم. ولكن ينبغي أن ينتبهوا، هذه ملاحظات في غاية الأهمية، هذا بعضها، ولا يستسهلوا ولا يستسلموا، بل يضعوا كل ما يرونه يحمي بلادهم وطنهم ويحمي دينهم، ثم بعد ذلك يحرصون على أن يكون من يطبق هذه الوثيقة أن تكون في يد أمينة ولا توضع في يد تدمر البلاد وتفسدها. إذن هي الملاحظات كثيرة جدا شيخنا بارك الله فيكم. سؤالي يعني حتى نزيل الشبهة لكثير من الناس وخاصة من الثوار ومهتمين بالواقع الليبي
ومن يمر أمر البلاد والحكومة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرج على الليبيين. يقولون يعني إذا الملاحظات اللي بداها مجلس البحوث ذكرت ووافق عليها المبعوث الأممي، خلاص هل احنا نعتبره يعني نوافقه على الوثيقة أم لا؟ العشر أو الملاحظات الواحد اثنين ثلاثة خمسة، لكن الملاحظات كثيرة، وإدارة البحوث أو مجلس البحوث لم يأته من المؤتمر الوطني إلا نقاط معينة. يعني الصوت ينقضي عني. نعم شيخنا بارك الله فيك. أعيد ما سمعت الكلام الأخير. الواقع الليبي أو بعض المهتمين بالواقع الليبي من الثوار ومن الساسة، وهم يعني أمر 17 فبراير والثورة هذه المسألة، يقولون مجلس البحوث جاءه من المؤتمر الوطني نقاط معلومة سألوه فيها يعني، فبقية إذا كان وافق اليون والله الأمم المتحدة وافقت على هذه الأشياء العشر مثلا وأزلتها أو بحثت فيها أو غيرتها كما جاء من مجلس البحوث، نحن وافق خلاص ينتهي المسألة، خلاص تنتهي يعني؟ هو الكلام لم أسمعه جيدا، ولكن هو الذي ربما فهمته أنه الآن إذا وضعوا هذه الملاحظات التي وضعها مجلس البحوث في المسودة وبناء عليها أعلن تشكيل حكومة، وأن من يتأخر عنها من أبناء الوطن قد يوصف بأنه جزء معطل أو أنه متشدد ومن هذا القبيل، إذا كان هذا هو الكلام الذي أنت نعم ذكرته. نعم صحيح. أقول صحيح. هذا نعم أقول هذا أمر يعني عجيب وأمر غريب. الناس في المثل يقولون ابن العرش ثم انقشه، يعني إذا أردت أن تتوج العرش تضع عليه التاج وتزخرفه فلابد أن تجده أولا ابنه وجهزه، ثم بعد ذلك ابدأ في ما تضعه عليه. نحن الآن عندنا مسائل إشكالات حقيقية في هذا التوافق بين الفريقين المتنازعين، بعضها يعني حل وبعضه لم يحل، وهو من المشاكل الحقيقية التي لا يمكن أن تقوم مسودة بدونها. فكيف نتجاوز هذا ونتركه ونتغافله وناتي بعد ذلك ونقول علينا أن نتكلم في حكومة؟ طيب هذه الحكومة عندما يحصل نزاع وخلاف، وهي حكومة نزاع، هي ليست حكومة يعني في ظروف طبيعية، هي حكومة ناشئة عن نزاع بين فريقين، عندما يحصل النزاع لمن يكون المرجع؟ إذا كان نحن لم نضع مرجعا لهم واتفاقية متفق عليها بين، كيف بعد ذلك عندما يقع النزاع كيف نرجع إلى القتال مرة أخرى ونتخاصم، أو نرجع إلى المجتمع الدولي هو الذي يفسر لنا ما يريد؟ هذا أمر طبيعي أن أي إنسان من البديهيات أنه يقول قبل أن تؤسس هذه الحكومة التي ستحكم بين المتنازعين أن تؤسس لها مرجعية. المرجعية هذه هي المسودة، هو الوفاق الوطني. هذا الوفاق الوطني لم يتفق عليه، لم توضع له الأسس، يعني بعد ما زال فيه أشياء كثيرة هي موضع خلاف. فهذا أمر عجيب أن الناس يتهمون بأنهم معطلون. إذا حاولت أن تبني الدور العلوي قبل أن تحكم الأساس فإنك تغامر بإنهيار البناء وتخيب الديار، يعني أنت لم تؤسس وتريد أن تبني الأدوار العلوية، كيف يتم هذا؟ هذا أمر غير منطقي وغير صحيح وغير مقبول، لأن الأساسيات إذا كان مثلا من يقول لك أسس لي البناء أولا يتهم بأنه معطل ويخشى أو يخشى من أن يتهم بالتعطيل، لأنه
لا يريد بناء بلا قواعد. نعم. يخشى من الاتهام، يخشى أن يتهم بالتعطيل، لأنه يعني ذنبه أنه لا يريد أن يضع بناء بلا قواعد. فكيف يعني الطرف الأجنبي وهو المجتمع الدولي لم يخشى أن يزور في الوثيقة، وثيقة الاتفاق نفسها؟ يعني نحن أهل الوطن يخافون أن يتهموا بأنهم معطلون فقط لأنهم لا يريدون أن يؤسسوا بناء بلا قواعد، والمجتمع الدولي لا يخشى أن يزور في وثيقة الاتفاق. وثيقة الاتفاق اللي اتفق عليها المحاورون في الصخرات صار فيها تزوير وصار فيها زيادة ونقصان من وراء الفريق، ولا يعني لم يستشر فيها. فالفريق الأجنبي والمجتمع الدولي لا يخشى من التزوير، ونحن نخشى لأن نريد أن نحرص على بناء صحيح على أسس صحيحة، نخشى بأن نتهم بالتعطيل. هذا أمر غريب، يعني أنا لا يهمنا من اتهم فليتهم. نعم. لكن أقول لك، أعطيك مثال على التزوير الواقع في الوثيقة. عندما أعلنت الحكومة في المؤتمر الصحفي المبعوث الدولي ذكر على سبيل المثال ذكر أمرين، في واضح أنه في تغيير للوثيقة من وراء الفريق، وعد هذا من التزوير. لأنك عندما تتفق مع شريك لك على أمر في وثيقة ويكون مكتوب، ثم أنت بعد ذلك تتكلم بكلام آخر وتبني عليه أحكام، ماذا يسمى هذا؟ خيانة. هذا ليس هو اسم في القانون وفي العرف إلا التزوير، فهذا تزوير واضح. مثل في الوثيقة المتفق عليها مبدئيا أن رئيس الحكومة له نائبان. نعم. فهو أعلن عليهم على الهواء مباشرة نائبا ثالثا غير موجود، ماذا يسمى؟ مثلا في الوثيقة مجلس الدولة ينتخب رئيسه انتخابا من أعضائه، هو أعلن عليهم على الهواء مباشرة وكانت مفاجأة للجميع حتى للشخص الذي عينه، وبارك الله فيه تنصى منه وقال هذا لا ولا أقبله، هو عينه على الهواء بأنه رئيس، وهذا مخالف لما هو موجود في الوثيقة وفي المسودة. نعم. إنهم يزورون هكذا، والحبر لم يجف بعد، والشهود لم يغادروا المجلس، وحصل هذا التزوير، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ يعني لو كان أقول لكل الناس الذين يتكلمون هذا الكلام ويتهمون أعضاء المؤتمر مثلا بالتشدد، ولا ده الإفتاء بالتشدد، ولا أنهم يعطلون كذا، أقول لهم، قل أي إنسان مثلا لو أن لك شريكا، لو أن لك شريكا في عمل تجاري في مؤسسة تجارية، وزور عنك وثيقة الاتفاق وضع فيها شيء لم تتفق عليه، فهل تقبل أن تسلمه هو أو أحدا من جهته؟ هل تقبل أن تسلمه مالك؟ قطعا لا، لا أحد، حتى أغبى الناس لا يمكن أن يسلمه ماله. يقول لا، هذا أني جربته، وهذا لا يمكن أن نتعامل معه، وهذا غشاش، وهذا مخادع، هكذا تقول عنه. فكيف لا تسلمه مالك وقد يكون مالا قليلا وترضى أن تسلمه الوطن؟ كيف يكون هذا؟ لابد الناس أن يحذروا وأن يأخذوا كل الاحتياطات، لا تثق في أحد. أنت هنا تتكلم عن مصير الدولة، عن مصير أمة، عن دماء، عن أموال، عن يعني أشياء لا أول ولا آخر، فلا يمكن أن تسلم نفسك بصورة عفوية، ولا تقول نحن الآن ظروفنا غير طبيعية ولابد ارتكاب أخف الضررين. كيف ارتكاب أخف؟ أنت ترتكب أسوأ الضررين. أنت انظر ماذا يصنع المجتمع الدولي، حريص على مصالحه وعلى إملاءاته وعلى نفوذه، وليس هو حريص عليك. انظر الحكومات التي عينها المجتمع الدولي في العراق، حكومة المالكي ولا في أفغانستان، حكومات زادت الأمر تعقيدا وأبعدت العراق عن الحل نهائيا، أصبح كان عنده أمل أن يحل مشاكل، أصبح الآن أبعد ما يكون عن الأمل، وترتب عليها بحار من الدماء، غرقت البلد في أشياء ومشاكل لا أول ولا آخر. لا تظن أن الخلاص هو الهروب هكذا، الإنسان يضع رأسه في الرمال ولا يأخذ احتياطي لنفسه ثم بعد ذلك
فالناس ينبغي عليها في هذه المسائل أن تهتم بهذا الاتفاق اهتماما كبيرا، وكذلك بعد أن تسد كل الثغرات في الاتفاق وفي المسودة ينبغي أن تدرس الحكومة أيضا دراسة واسعة بحيث تسلم، أنا لا أقول تسلم لهذه الجهة أو لتلك الجهة ولا لا أقول هذا، لكن لابد أن تسلم إلى أيدي أمينة تحافظ على مكتسبات هذا الشعب، لأن هناك دماء وشهداء ضاعوا وماتوا كلهم من أجل أن البلد تنقد ويقوم فيها الحق والعدل والدين، لا أن ترجع إلى وضع أسوأ من الوضع الأول. أما أنك تأتي بحكومة كيفما اتفق لك فهذا المجتمع الدولي يهمه أن يعين حكومة تسمع وتطيع، وكل الإملاءات التي يفرضها يعني من هيمنة المجتمع الدولي وتنفيذ رغباته ومتابعة الأبرياء وعدم الاستقرار الذي يجعل الناس كله محتاج إليه، هذا كله يسعى إليه، كله يتمنى أن يكون أن يجسده في الحكومة التي يريدها. لكن نحن لا نستسلم لهذا، نحن أول نضع الأسس ونصد كل الثغرات في الاتفاق بحيث يكون متوازنة وعادلة، ثم بعد ذلك أيضا نحرص على أن تسلم الحكومة إلى أيد أمينة. بارك الله فيك شيخنا. إذا تسد كل الثغرات في هذه المسودة مع يعني التأكيد على ما أبداه مجلس البحوث من ملاحظات هذه أكيدة، ثم لابد من الناس المهتمين يسدوا بقية الخلل الموجود في هذه المسودة حفظكم الله. نعم. طيب شيخنا نستقبل هذه المكالمة، بارك الله فيك، الأخ جعفر. تفضل أخوي جعفر، مرحبتين بك. مرحبا يا جعفر، مرحبتين بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مهنيكم على البرنامج، ربي يعاونكم. بارك الله فيك يا جعفر، مرحبتين بك أخي. سؤالكم حبيبنا تفضل. أنا عندنا معليش استفسار، مسألة خاصة تخص إحدى الأشخاص استفسر فيها الشيخ. تفضل أخي. ولما الأحداث اللي كانوا أحداث شك فيها الجماعة ندروا، يعني ندروا إذا تخلصنا من القدافي، واحد قال ذبح خروفين، واحد كذا، واحد منهم قال متزوج الله يعني عمره فوق الأربعين. شن قال؟ فتزوج فلان، فتزوج هو الان بدون ما يخبر حد، فمت بعد العلم وصارت مشاكل وصار معناه في ضغوطات لازم طلاق، هو يعني قال يعني شنو حكم الشرع بس في الزواج بدون ما يخبر حد، لا امه لا ابوه لا الزوجه الاول ولا لا، هو وفاء بالنظر هيك، لكن نقول صار في مشاكل فمت نقول الحكم شنو الحل يعني. يعني هو عقد يعني عقد شرعي يعني. ايه عقد شرعي زواج، ايه عقد شرعي غير ما قال لهمش يعني. ماشي الحال، بارك الله فيك. طيب يا اخوي جعفر، نعم. ربي يعينكم. شكرا. الاخر الرفلي جدابيه، تفضل اخي الكريم. تفضل اخي الرفلي من جدابيه. تفضل شيخ. طيب شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيك، البعثة الأمنية الحقيقة الآن بدأت تجتمع ببعض العناصر من الثوار خارج ليبيا، وأظن أنها الآن فيها اجتماع كبير في تركيا لوضع الترتيبات الأمنية لحكومة أو الحكومة التي أعلنتها، فهل هذه يعني أمر صحيح فعلا للعمل للاستقرار على أمن ليبيا؟ هل هذا الفعل صحيح أم ماذا؟ هذا من أسلوب فرق تسد، وهذا من البعثة الأممية لا يدل على أنها جادة ولا حريصة على جمع الكلمة وعلى الوفاق وعلى استقرار ليبيا ولا على أمنها، وهذا الاتجاه في التواصل مع الليبيين سواء كان فيما يتعلق بالحوار، التواصل مع كل جهة منفردة عن غيرها. ذكرتني في أكثر من مرة أن الخلاف والنزاع في ليبيا هو بين فريقي لا ثالث لهما، برلمان طبرق المنحل والمؤتمر الوطني العام، وباقي الأطراف إما تتبع هذا أو ذاك. فكان لو كان الأمم المتحدة حريصة بالفعل على الاستقرار تأتي إلى طرفي النزاع وتقول لهم من يمثلكما ونريد أن نصل بكما إلى توافق ونصح بحيث ننزع الفتيل ويستقر الوضع عند حكومة واحدة تدير البلاد. لو كان فعلت هذا لأحسنت وكان لها الجميل علينا وعلى أهل ليبيا.
ولكن هي تخالف هذا المنهج القويم الصحيح وتتواصل مع كل فريق مستقل، لا تعرف حتى المعيار الذي على أساسه يتم التواصل، هذا مجتمع نسائي، هذا عضو برلمان مقاطع، هذا مجلس بلدي، هذا مجتمع مدني، هذه شخصيات مستقلة، كلها من أجل أن تضرب الأطراف الرئيسة في الحوار بحيث تظهر أنه الرأي ليس هو رأي واحد وإنما هناك آراء مختلفة، وفي الوقت نفسه تضع بعض النفوس الضعيفة من فرقاء الذين تدعوهم تمنيهم ببعض المناصب أو بعض الأماني أو إلى آخره، فتغريهم فيزداد الشقاق ويزداد الخلاف ويتمترس كل واحد في مكانه ويتعصب ويدافع عنه بحق أو بباطل، هذا من تدمير البلد ومن إفسادها. فهذا الأسلوب نفسه ربما الآن يتجه به إلى كتائب الثوار اللي الآن أيضا هي منقسمة أساسا، فربما الوسيلة لانقسامها وبحيث أن البلد تدخل في دوامة مع العنف أن يتصل ببعض المندوبين من هذه الكتائب كل واحد على حدة، وبعضهم يمنى بمنصب وبعضهم يغرى بمال وبعضهم كذا، حتى يتحصل منهم على شيء يلبي الأغراض التي ذكرناها، وهو أن تكون هناك حكومة وجهات أمنية داخل ليبيا تسمع وتطيع ولا تبحث عن مصلحة البلد. فأنا نصيحتي إلى كل من يدعى من الثوار، نصيحتي لله أنهم يبقوا على العهد ويبقوا على المبدأ، وهذا عهدنا بهم أنهم لا يعني يفرقوا جمعهم ولا ينفرد بهم كل فريق وحدة ويقسم بينهم ويشتتهم، بل على الجميع الآن هؤلاء الكتائب والذي ذكرت أنهم يدعون إلى حوار في خارج البلد هم عندهم ولي أمر، هكذا يفرض، هذا يفترض في المسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأصحابه كانوا يبيعونه على كل واحد منهم بيعة الإسلام وبيعة الإيمان وبيعة الدين لا تتم إلا بهذا الأمر، وهو ألا ننزع أيدينا من طاعة، لأنهم يعني ينزع أيديهم من طاعة ولي أمرهم، هم يأخذون مرتباتهم ومعينون رسميا في كتائبهم سواء كانوا في الداخلية أو في الدفاع، هم المؤتمرات العامة وحكومة الإنقاذ، فلا يحل لهم ولا يجوز لهم أن يذهبوا إلى حوار خارج البلد ويخاطبون من جهة أجنبية، يعني تخاطبه مباشرة بحيث يضعون معها اتفاق، هذا لا يحل لهم. الاتفاق ينبغي أن يوضع عن طريق الجسم الشرعي، ولي الأمر، الجسم التشريعي، المؤتمر الوطني، الحكومة اللي هي ولي أمرك، هو الذي ينبغي أن تتصل، أي جهة تتصل بك ولم تتصل بوزارة الخارجية، تتصل برئاسة المؤتمر، فإذا كان ولي الأمر الحكومة أو المؤتمر الوطني خاطب هذه الجهة وتلك وقال لهم اذهبوا إلى تركيا أو إلى غيرها وتحاروا مع هذا الوفد الذي يأتيكم من المجتمع الدولي وكذا، فيبقى هو عنده شرعية وأمره جائز ومشروع، وكل ما يعمله ينبغي أن يسري على جميع أهل ليبيا لأنه مكلف تكليف ومخول من ولي الأمر الذي يملك هذا الأمر. أما أن يتجاوز ولي الأمر وإلى حد الآن لا يعترف به وحتى لا يخاطب باسمه ويتجاهل تجاهلا كاملا، ثم يؤتى إلى بعض الأفراد ويخاطبون ليجعلوا منهم رؤوسا بدل ما يكون عندنا رأس واحد يجعلوا 100 رأس، حتى يأخذوهم إلى ينزلقوا معهم ويتخالفوا، فهذه من المعاصي ومن الخروج عن الطاعة، ولا ينبغي كل من واحد من الثوار ومن المؤمنين والمخلصين ومن أهل الدين ومن من قاموا لنصرة هذه الثورة أن يتبرأ من هذا ولا يفعله، لا أقول له لا تفعل، لكن أقول له افعله من خلال من القناة الرسمية التي أنت تتبعها. أنت تتبع وزارة الداخلية، اتصل بوزارة الداخلية قل لهم الجهة الفلانية اتصلت بي، ما تقولون؟ وزارة الداخلية تتصل بالحكومة برئاسة المؤتمر، إذا فوضوك فتوكل على الله، أما ما على ذلك فلابد أن تقول لا، ولا يجوز لك أن تشارك،
لأن مشاركة معنا هذه قسمة للصف معنى هذا هدم للبلد، بعدها تخريب للبلد، بعدها بيع للدمم واشتراء للدمم وبيع للضمائر، فلا تشارك فيه. أرجوكم يا أهل الوطن اجعلوا كلمتكم واحدة، لا تجعلوا الأجنبي يخترقكم ويفرق صفكم ويشتت شملكم، اجمعوا كلمتكم بحيث تتكلمون كلكم بصوت واحد. كيف تتكلمون بصوت واحد؟ من خلال الجهة التي تمثلكم، من خلال الحكومة التي تمثلكم، من خلال المؤتمر الوطني الذي يمثلكم. أما أن كل إنسان يبقى هو رئيس دولة ويعمل عقد مصالحة ويعقد اتفاقات أمنية فهذا معناها الخراب. انظروا ماذا حصل من الاتفاقات التي كانت خارجة عن ولي الأمر، اتفاقات التي وقعت في الماضي مع جيوش القبائل، انظروا ما الذي أدت إليه. الآن أصبح الطريق الصحيح كله غير آمن، لأنه اتفاق مبني على أسس غير صحيحة، أسس جائرة، أسس ظالمة. كل من أسهم فيه وأعان عليه بتشغيب وتشويه سواء كان بعلم بغير علم فهو مسؤول الآن على ما يجري. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيكم. نستقبل هذه المكالمات. بارك الله فيك. نعم الأخ محمد من ترهونة، تفضل أخي الكريم. تفضل أخي محمد. الأخ علي من مسلاتة، تفضل يا علي. نعم تفضل يا علي، مرحبتين بيك، تفضل خوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا علي، كيف حالك؟ أهلا شيخنا، كيف الحال؟ شنو حالك؟ شنو حال شيخنا الفاضل؟ الله يبارك فيك أخوي علي، مرحبتين بيك. شو أمورك؟ بداية نحييك على البرنامج ونحيي شيخنا الفاضل. الله يحييك. وأستاذي لي معلم، ونبي الشيخ يعطي فتوى ونصيحة للحكومة وللمؤتمر بشأن مرتبات المعلمين. بصراحة أستاذي لنا 4 سنوات المعلمين أقل شريحة في المجتمع في ليبيا، وهذا ظلم، وهذا حد على دار الإفتاء دار جولة. نعم أستاذي، يعني مدير المدرسة داخل الفصل نقدر نطلع لك أبناء المعلمين وين من ملابسهم؟ نعم. كيف ما في حد يشتغل أكثر منا؟ احنا اشتغلنا من بداية الثورة حتى اليوم ما فيش يوم غبنا، ومن غير إمكانية ومن غير مناهج في سنة 2011، ونجحنا الثورة في الانتخابات، وقمنا أكثر من الشرطة وأكثر من القضاء وأكثر من الجهات اللي زادوها وأكثر من البريد وأكثر من ديوان المحاسبة والرقابة، وحقنا بعضهم للأسف. وانا ترجى من فضيلة الشيخ الصادق مفتي البلاد ان هو يتولى هذا الامر بنفسه ويديرون جدول المرتبات باش ما ينظر الحد. لو قارنا الان المرتبات بوقت الطاغية لوجدنا قانون 15 اعدل بكثير، على الاقل تخش لمد الجميع. طيب اخوي علي شكرا، بارك الله فيك. وهي اظهرت بيان في دار الافتاء، وهناك فتوى موجوده تتكرر على قناه التناصح، بارك الله فيك، بخصوص هذه المساله. نعم عبد السلام، مرحبا عبد السلام من براك الشاطي، تفضل عبد السلام. تفضل يا عبد السلام. طيب شيخنا، يبدو ان الوقت اصبح يعني ضيق جدا. شيخنا الاخ جعفر نعطي الاسئله، بارك الله فيكم، ونستقبل الاسئله جزاكم الله خيرا. الاخ جعفر يقول رجل تزوج يعني بدون علم لا زوجته ولا والديه ولا شيء، والآن حدثت مشكلة، يعني فما حكم هذا الزواج؟ يعني بعقد صحيح لكنه لم يعلم بها أحد حتى الزوجة. إذا كان الزوجة فقط، الصوت يتقطع ما يسمعه كامل، إذا كان الزوجة فقط لا تعلم هذا لا يضر، لأنه لا يشترط في زواج المرأة الثانية علم الزوجة الأولى. وحتى لو كان بعض الناس لا يعلمون هذا لا يضر. الذي يضر هو أن يكون النكاح نكاح سر، بمعنى يوصي المأذون والشهود اللي حضروا يوصوهم يقولهم ردوا بالكم تقولوا لأحد على الإطلاق، هذا زواج سري لا أريد أحد أن يسمع به، هذا غير جائز. لأن النكاح سنته هو الإشهار. فإذا كان عمل خفية ووصي بأن يكون سرا فيصير أشبه بالزنا. فلا يحل هذا. لكن إذا كان هو لم يوصي بأن يكون النكاح سرا وعقد وغاية ما فيه بعض الناس لم يسمعوا ووالديه لم يسمعوا والداه لم يسمعوا فقط وغير ذلك فهذا لا يضر. بارك الله فيك. نستقبل المكالمة الأخرى. أبو عبيدة بغازي، تفضل أخي أبو عبيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مشايخ؟ مرحبا يا أخي أبو عبيدة، تفضل أخوي. الشيخ عندي سؤالين. تفضل أخوي، تفضل، مرحبا. السؤال الأول، بنسأل الشيخ مسألة فقهية
جلسة الاستراحة صلاة بين ركعتين. جلسة الاستراحة نعم. بين ركعتين. السؤال الثاني حكم القنوت في صلاة الفجر. حكم القنوط في صلاة الفجر. طيب أخي شكرا. السؤال الثالث معيش تفضل. أنا تابع التعليم والمدرسة مختلطة ذكور وإناث والمعلمين برضو ذكور وإناث فهيجوز لي أني يعني يقعد في المدرسة هذه والله غير والله كثير. أنت مدرس وإلا طالب؟ لا مدرس أنا مدرس. مدرس باي. طيب هاي حاضر. شكرا نعم. عبد الله من الجبل تفضل. يا عبد الله تفضل اخي الكريم. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا عبد الله تفضل اخوي. يا شيخ عندي حكم بحكم الزكاة. حكم الزكاة؟ عندي محل بايك. نعم. فات عليه اكثر فات عندي محل تجارة. طيب. فات عليه اكثر من سنة هو المفروض بنطلع زكاة. نعم. لكن بنطلع زكاة وني مديون ولا ايش الحكم بالضبط يا انت مديون؟ يعني هي مديون يا شيخ. نعم ونبي نعرف بنطلع الزكاة ولا ما نطلعهاش. طيب حاضر. طيب شكرا بارك الله فيك يا شيخ. شكرا بارك الله فيك. شيخنا الاخ علي من مسلاته بارك الله فيك يقول هو انا معلم ويريد فتوى بشان مرتبات. يقول يا شيخ يشتكي من قله مرتبات المعلمين فيريد كلام من حضرتكم بارك الله فيك. نعم. على مساله نعم. هذه نعم نعم. هو في نقطه بس اكملها قبل الجواب هذا. واحنا قلنا ما ينبغي ان يكون من لجنه الحوار وينبغي ان تسد الثغرات وتصلح المسوده من كل الخلل وان تسلم الدوله الى ايدي امينه حكومه امينه. قد يقول قائل لان هذا الامر صار يعني بعيدا من البديل وانتم تقولون الامر هذا اصبح صعب. اقول لهم البديل هو ان يتجه اهل ليبيا جميعا الى حوار وطني داخلي ليبي يبعد عنا تدخل المجتمع الدولي وتدويل القضيه. اخطر ما يكون على ليبيا ان تدول قضيتها بحيث يبقى الشغل الشاغل للمجتمع الدولي في مجلس الامن يوم بعد يوم يعقد جلسه لعمل في ليبيا ضربها حظر ما اعرف شيء كلام هذا. احذروا ان تدول هذه القضيه. ولذلك الملجا الان والمخرج لاهل ليبيا بحيث يتجنبوا هذا الوباء وهذا البلاء ان يجتمعوا جميعا وتداعى الناس من كل المناطق من يعنيهم الامر والمشايخ والاعيان ورؤساء القبائل والمهمين والمهمون والشخصيات والنخب كلهم يجتمعوا. وهناك محاولة في مصراتة يوم الخميس غدا توافق اللقاء توافق المصالحة الوطنية. أرى أنه يعني بداية جيدة ينبغي أن ينتبه إليها ويلتفت إليها وتعطى اهتمام ولكن بشرط يشترط بحيث أن تكون هي ناضجة أن تعطى الوقت الكافي الدراسة والمداولة واختيار بحيث تتبلور أفضل الاقتراحات من هذا اللقاء وأن تدعى إليه كل التجمعات من كل مناطق ليبيا على اختلاف أنواعها سواء كانوا معك أو ضدك كلهم يحضرون ويستخلص وفاق وتصور جديد يعطى الوقت الكافي للدراسة ويوضع له خطة طريق واضحة بحيث ما يكونش في غم ولا تلبيس ولا تدليس. وأرى أن من أولويات ما يدرسونه ينبغي أن يضعوا آلية لضمان تطبيق ما وضعوه من المبادئ الحاكمة. هم وضعوا مبادئ حاكمة ووثيقة شرف. أرى أول شيء يدرسونه هو كيف يطبقون كيف يلزمون الفرقاء الذين يجتمعون في هذا الحوار كيف يلزمونهم ويلزمون مخرجاتهم بتطبيق ما التزموا به على أرض الواقع بحيث لا يبقى حبر على ورق. هذا أهم ما ينبغي أن يكون وأرى أن تنضم إليه الناس وبحيث نجنب أنفسنا مشاكل المجتمع الدولي. طيب حافظك الله. فيما يتعلق بالمدرسين أخرج الدار الإفتاء بيان وطلبت من الحكومة أن تنظر في مرتبات المدرسين. بالفعل هي أقل من المستوى المطلوب وينبغي أن ترفع مرتباتهم إلى الحد اللائق بمن تتربى على أيديهم الأجيال.
وهذا يعني ينبغي أن يكون وأن تحرص عليه، بحيث كما ذكر السائل بعض القطاعات يعني رفعت مرتباتها وهي وظائف إدارية، وهؤلاء يعني يعلمون الأجيال ومرتباتهم في الحد الأدنى لا تزال، ينبغي أن يلتفت إليهم وينتبه إليهم، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن تضع معايير للمدرس الذي يعطي بالفعل ويربي بالفعل، لأن هناك أعداد كبيرة محسوبون على المدرسين، هم لا يدرسون على الإطلاق وتحت الاحتياطي، وهناك موتى وهناك نساء لا علاقة لهم بالتدريس، أعداد كبير جدا ينبغي أن تصفى، بحيث لا يبقى إلا من يريد أن يدرس بالفعل ويربي الأجيال ويعطي ويبذل، لأن يكون اسمه في المدرسين ويشتغل في أعمال أخرى. نعم. فإذا وضعوا هذه المعايير للمدرس ينبغي أن يرفع مرتبه إلى الحد اللائق، ولا ينبغي أن يتجاهل أكثر مما وقع عليه من الظلم. طيب شيخنا بارك الله فيك، نعتذر لا نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة، حفظكم الله شيخنا الكريم مفتي عام ليبيا الشيخ صادق ابن عبد الرحمن الغرياني، نسأل الله أن يطيل في أعمالكم وأن يبارك في علمكم ووقتكم، والشكر موصول لكم أحبتي في الله، وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.